يعني scientifically انا عايزه ان to pay attention، يعني يعني اجذب ما ينفعش تقولي الانتباه الانسان في العلوم فتبقى حاجه women in م. science، لان هي دي دايما دايما اغلبيه مناقشات اللي هي القضايا الداخليه لموضوع العلوم، دايما يقول لك empowerment of women in science، يعني تمكين المراه في العلوم، كانها ضعيفه مثلا او مش لاقيه حاجه حد يسمع صوته او كلام زي كده. ده مش صح خالص، لان هي مش ضعيفه ولا اي حاجه خالص، هي كل المشكله ان في اعاده، زي حضرتك، اعاده تنظيم للعمليه، زي ما بقول لحضرتك ان احنا لازم نعيد تاني معطيات الموقف مثلا جوه المجتمعات البحثيه، نعيد النظر في التعامل المراه جوه المجتمعات البحثيه، وفي قوانين بس لازم تفعل، ان احنا مثلا لازم بدل ما نمكنها نديها فرص متساويه، نديها تدريب، بالظبط نديها حاجات زي كده. بالظبط غير ان احنا بقى في حاجه تانية خالص، ان احنا لو عملنا، عشان كده فكره المراه في العلوم بلا حدود، لو عملنا زي منصه عالميه ان نجيب المراه مثلا، اغلبيه ممكن تكون الدعاوي للمؤتمرات او الكلام او كده تبقى للرجال، لا احنا المنصه دي هنجبر السيدات والرجال يقعدوا مع بعض، كويس ونجيب الصناعه ونجيب الاعلام، الاعلام ده على فكره البعد الثالث بتاعنا، فبنجيب الاعلام والصناعه والمجتمعات المدنيه والشباب وكل حاجه، والكلام بيبقى في حدود العلم، كله بيتكلم بالعلم، كله في العلم. فالعلم ده منطقي، فالاحسن هو اللي بيبان، ما يعني بيبانش ما فيه قوي القوي بالظبط. والضعيف والكلام ده. لا على فكره انا متفق مع حضرتك في كتير من الكلام، وياما احنا هنا في على المنصه ديت اللي هو الديسك ده، يعني ياما اتكلمنا في جزئيه كنت ببقى مختلف كتير انا ومنال، انه فكره المراه ورجل انا شخصيا مش مقتنع بيها خالص. يعني انا مقتنع بانسان، ايوه هذا الانسان لديه قدرات ايا كان بقى رجل امرأة، هي عايزة ان يظهرها، بس عشان كده انا برضو متفق مع حضرتك في فكرة ان التمكين بالنسبة للمرأة انا بعتبر انه تقليل من شأن المرأة، لانه طول الوقت احنا بنحاول نحسس المرأة انها كائن ضعيف، واحنا بنحاول نشيله ونرفعه عشان نضعه في مكان معين حتى لو هو ما يستحقش، انما في واقع الامر في سيدات موجودات في المجتمعات، المجتمع المصري والمجتمع العربي لديهن الكفاءة اللي يقدروا يثبتوا نفسهم كإنسان بقى، مش صح؟ هي كهنا عايزه الاتاحه، عارف حضرتك، انت بالظبط. لما تجيبها على منصه دوليه دلوقتي هي قدامها الوقت والفرصه والاضواء مسلطه، وخلاص السيدات ورجال من جنسات الاعمار، احنا بادين من 17 سنه على فكره، احنا نازلين خالص للشباب، يعني من اول 17 سنه لغايه ما شاء الله في العمر، وبيتكلموا في كل فروع المعرفه، يعني احنا ما عندنا من اول العلوم الاجتماعيه للطب للهندسه للاقتصاد لكل حاجه، وشعارنا اللي هو التنميه المستدامه، وبتديها الفرصه تتكلم، غير انك بتعمل مسابقات للاولاد الصغيرين فرق، وبيبقوا رجال اولاد وبنات، فبالتالي انت بتديها الفرصه خلاص، عارف حضرتك اللي هو بيديه اللي هو تيست على الستيج، اتفضل باين نفسك، بين قدراتك. باين قدراتك، وعلى المستوى الدولي 60 دوله بتعملي اللي انت عايزاه، فبتبان حتى لو هي ما عندهاش امكانيات، هي بتبان قدرتها ان هي حتى للتعبير عن طب نفسها. احنا هنا في المجتمع المصري او المجتمع العربي لامتى هنفضل نتعامل مع المرأة بهذا المنظور، فكرة ان المرأة تحتاج دائما الى الدعم، طول ما هي مش قابلة ان هي يتقال عليها كده، طول ما هي قابلة كده، حضرتك الحقوق لا تطلب ولا لا تطلب ولكن تؤخذ تؤخذ بكفاءة. بكفاءة، ما احنا بالظبط. بنديها فرصة كده، غير ان احنا بقول لحضرتك بنأهلها كمان، يعني حتى اللي مش عايز يتأهل، اللي ما عندوش المؤهلات، احنا بنديه المنصة بس انه يظهر قدرته الموجودة، وبنديله القدرات الأخرى الناقصة، سواء التواصل بس سواء دي يا دكتور الجرأة. دي مبادرة في وسط يعني عالم كبير قوي، فين بقيت ما هو المطر بينزل الأول بنقطة، لا، وكل واحد في الجزئية في ما كل هو واحد الجزئية ما الخاصة احنا بيه، بدأنا، يعني المفروض ان وعلى يبقى فكرة فيه دي بقى مبادرات جزئيات اخرى عالمية، يعني. فاحنا بنتكامل، ايوه احنا بالظبط. بس انت بتبقى عايزة ساعات التغيير، بتبقى عايزة ساعات شخص واحد للتغيير، انت مش عايزة أمة للتغيير، ساعات شخص، فاحنا بنبدأ، وعلى فكرة دي مبادرات عالمية دلوقتي، اللي هو بيعدد عديد التخصصات، مع المرأة مع الرجل، وعلى فكرة التنمية المستدامة نفسها هي بتقول الجندر ايكواليتي، اللي هو التساوي الجنسي، ما فيهاش مرأة ورجل، احنا عايزين نبطل في السنين الجاية، دي حقيقة، دي اتجاه عالمي، ان السنين الجاية نبطل الفصل ده، لان نوع على فكرة من الفصل العنصري،
صحيح، ومش لصالح المرأة ومش لصالح حد. طيب ليه؟ دكتورة ندى، طبعا اكيد منال عايزة تسألك اسئلة كتير جدا. مهمة قوي. يعني المهم من عندك يا دكتورة انك مين يقدر يعمل الانجاز اللي انت عملتيه ده، غير لما يكون حد اصلا عارف قيمة الحاجة دي. يعني انت علشان عارفة قيمة الاثر ده فخفتي عليه، فعلشان كده قلتي ان انا احاول اخترع حاجة تحافظ عليه، لكن مش هو ده الفكر اللي موجود دلوقتي للأسف. يعني مش كل الناس زي الدكتورة ندى كده بالطريقة دي. بس خليني ابتدي معاكي من الصفر. انا اصلا كان نفسي ادخل سياحة فنادق او اثار اسلامي، لان والدي كان دايما يودينا مزارات سياحية وحاجات من دي، ودخلت جغرافيا. بس ما زال عندي الحلم ان انا عايزه اكمل في الاثار. فايه الفكره؟ ان الواحد من صغره، انا بشوف نفسي كده بصراحه، عندي دايما حته الشغف وبمشي ورا الموضوع كويش. فالشغف ده هو مفتاح الكلام بتاعنا، سواء بقى للمراه سواء للرجل. الشغف اللي عنده شغف في حاجه هيفضل ماشي فيها حتى لو عدى 60 سنه صح، ونفسه يعمل حاجه يعملها. العمر مجرد رقم. بالظبط. انا بقى فكره مع الرقم ده، انا معاك، ما هو ده صح. يعني ما بحبش حد يقول لي راحت كبر، ما هو اكيد راحت كبر، بس ماشي، انا لازم اقول لنفسي عملت ايه في السنين اللي عدت دي. لو انا ما عملتش حاجه، لا هو فعلا كده الواحد، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اللي امرنا بتعمير الارض. فالتعمير بايه؟ انا مؤمنه جدا بالتعليم. التعليم هو التعليم، 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 التعليم. بجد التعليم هو كل حاجه. يعني انا جدتي الله يرحمها كانت دايما تقول لبابا وماما استثمروا في اولادكم في التعليم، استثمروا في التعليم. صحيح. فانا لما رحت مثلا، كانت رحله عاديه جدا، يعني رحت مدينه القصر الاسلاميه رحله عاديه جدا، بس والمرشد كان بيشرح، انا لفت انتباهي الجمال والمدينه، بس لفت انتباهي اكتر الاثار، الكشف اللي مواكل الواقع، الحاجات اللي واقعه. فلما بساله بقول له هو ليه الدنيا واقعه كده؟ قال لي ايه؟ النمل الابيض. انا نفسي واحنا بنسال قبل ما ادرس تعليم اثار، بس هو لغايه قبل الموقف دوت هو ما كانش في حد عنده تصور انه في شيء بيدمر شيء وبالتالي لابد من معالجته. يعني ما احنا مع الاسف عندنا الترميم كيميائي، يعني هم اوريدي بيعالجوا، انه في الداء ده مستمر. طب ما فيش حد يدور ان ازاي يقضي على هذا الدم؟ ما هم عشان بيعالجوه كيميائي، والكيميائي خلاص النمل يعني زي تعوده، لما البني ادم بياخد ادويه كتير في جسمه مناعة خلاص هو الدواء ما بقاش يجيب نتيجه. فهو النمل هو بيرشه ده، هو ده اللي انا بسال عليه. في كام حد بقى زي الدكتوره ندى ياخد باله من التفاصيل دي، يعرف ان في هنا مشكله فلازم هو يحاول يعالجها بطريقه مختلفه مش بالطرق التقليديه. ما انا جايه بقى حضرتك في النقطه دي، نقطه ان انا لما شفت وعرفت، لو ما عرفتش المعلومه وسكت، لا قعدت اقرا اكتر في الموضوع، رجعت القاهره، رجعت قريت، بدات لقيت نفسي ان انا، طب هو احنا ليه بنعالج كيميائي لما اتجاه العالم كله دلوقتي اصلا مع البيئه؟ طب ما اكيد في حاجه جديده احنا مش واخدين بالنا منها. فلما دخلت بقى في الدكتوراه، وبقى هو ده موضوع البحث. يعني سبحان الله، هي كانت من رحله لنقطه، يعني حقيقي الدكتوره طبعا تكمل لي في الحته دي. البحث العلمي هو بيجي من نقطه، يعني البحث العلمي عموما بيدرق بقى من بحث علمي، فكره بتكتر في لحظه، والفكره خلاص بتكبر معاك لمشكله. هو في مشكله يعني. فلا كده في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، وان احنا نلاقي دواء جديد او اكتشاف جديد للحل. فكان الحل بالنسبه لي البيئي، ان الواحد جبت لنا معاكي شويه دواء ولا حاجه؟ لا مع الاسف مش معايا النهارده، مش موجود في مصر. بس هو نفسي فعلا الناس الاكتشافات عموما او اي حاجه الواحد بيعملها، انا مؤمنه جدا بالبحث العلمي. صحيح. الدول بتتقدم بالبحث العلمي. طيب هو اصلا وسيله التقدم الوحيده دلوقتي بعد الكورونا، اثبت ان هي الوحيده. هو الاهم، هي الاهم. اي مجتمع لديه البحث العلمي متقدم هو المجتمع اللي هيجتاز كل اللي احنا بنتكلم فيه. وانا شايفه حقيقي الفتره دي في مصر كمان في التعليم بدا ياخد بصراحه، سواء من التعليم مش التعليم العالي، قبل التعليم العالي الاساسي بدا ياخد مسار كويس، مسار كويس جدا، يعني بيتماشى شويه مع التكنولوجي اللي احنا فيها. فدي حاجه كويسه جدا، ولو ان اعتقد ان ممكن يكون كتير من اولياء الامور عندهم راي مختلف عن رايي. علشان جه فجاه ما جاش بالتمهيد. هو ده بالنسبه اللي انت بتحكي عليه ده، بالنسبه للصغيرين يعني ممكن يعمل. لسه اللي خلاص دخل في الموضوع اعتقد هيبقى فيه. ما احنا اتناقشنا في الموضوع ده برضه هنا قبل كده كتير قوي، وقلنا انه اي تطوير في الدنيا ما ينفعش يجي يعني بوجهه نظر، يمكن القائمين على الامر شايفين احسن مننا يعني. صحيح. انه
انه لما احب اعمل تجربه معينه، تجربه تطوير، لازم ابدا من البدايه خالص عشان النشئ يتعودها. انما انا اجي في مرحله معينه وابدا اخد خطوات معينه الشخص ده اللي سواء في المرحله الثانويه او الاعداديه مش واخد عليها، هتبقى دينا صعبه عليه وعلى لانه النظام لما تنقلي من نظام لنظام كده نقله مفاجاه، اعتقد دي بتبقى صعبه شويه. ممكن لسه ما عنديش اولاد فمش عارفه. ايوه. لا اسال اللي عندهم اولاد او اللي بيسمعونا دلوقتي. خلينا في يوم المره. عايز اضيفها بالنسبه للرد كمان على الاجابه لسؤال حضرتك، هو البدايه نفسها ان انا واحده دارسه جغرافيا. ايوه. فاتجهت لتنظيم الاثار. كويس. من الصفر. اه. فلما ربطت العلمين ببعض هي دي. لقيتهم. هو ده اللي خلاني اوصل لاكتشاف حاجه. وهو ده الفكره بتاعتنا ان احنا بنربط التخصصات كلها مع بعضها. يعني خلي بالك انه كل العلماء القدامى سواء قبل عصر النهضة أو بعد عصر النهضة أو في عصر النهضة أثناء عصر النهضة، كانوا كلهم تلاقيهم دارس فلك وطب ومش عارف وكيمياء وكل حاجة، يعني تلاقيه دارس كل العلوم وفقه ومش يعني بيبقى دارس كل شيء. هو ده اللي كان يعني بيجيب الفكر العظيم ده. ده اللي نفسي الناس نفسي بجد في الجامعات بالذات في مصر عندنا. مش لازم انت دارس اداب جغرافيا، لا خلاص انت ما لكش دعوه باي حاجه ثانيه. اللي هو انت دارسه ترميم اثار، لا ما تدرسيش مش عارفه حاجه ثانيه، لا ما ينفعش الكلام ده. خصوصا بالذات لطالب البحث العلمي. اللي بيكمل بحث علمي ده لازم اساسا يتطلع لكل العلوم. طب احنا كده بقى بصي دخلنا في موضوعات كتير، عايزين نرجع لموضوع المراه. بس الاول ضياء يعني خرجنا شويه كده ويرجعنا تاني نرجع لموضوع المراه. يقولون ان المراه تزهر مع الشخص الذي يقدرها ويحترمها ويدعمها ويفاخر بها، وتذبل مع من يحبطها ويعنفها ويقلل من قيمتها وقيمه طموحاتها. ويقولون ان اي انسان سيزهر في الظروف المناسبه وسيذوي ويذبل في الظروف السيئه. لا تكن مع من يخمد جدوة روحك وتذبل في حضوره، بل كن مع من تزهر في حضوره وتذبل عند غيابه. كن مع من يراك الاستثناء لمن يراك أنت والبقية سوا. مين اللي قالك ممنوع انه المرأة تتحرر؟ صوتك رح يبقى مسموع حتى النظرة تتغير، عقلك وحده اللي بيختار، في ايدك خلي القرار، بالعالي راسك مرفوع وعقلبك تتدمر. انت الحلا والجمال والانوثة والحنان، يا قمر ساكت قلبك اغلى واحلى انسان. انت القوة والسطوي احلامك بكرة، لكن ما تنسي انك لقيتي، لا تنسي حالك اليوم وتلاحي خلفي كل لوم، لكن ما تنسي انك لقيتي. يمكن بكره تصيري امس وحلو تعيشي هلها، خليكي عقيم سليم التفكير. العربي ما زلنا معكم ومستمرين حتى على 10:30. يعني منال هنرجع لموضوع المرأة مرة أخرى، ومعلش المرة دي برضو هروح للدكتورة ندى، لأنه أنا عايز أسألها، أنت كشابة يعني أخذتي خطوات في مجالات متعددة ودلوقتي يعني واصلة إلى أنك تدرسي دكتوراه وكده، هل بتشوف فعلا أن المرأة في المجتمع المصري أو المجتمع العربي حقوقها مهدرة زي ما بيتم إشاعة هذا الأمر، مثلا إنها التعليم غير متاح ليها، الصحة بتاخد أقل من الرجل، يعني هنا هل في أنت بتشوفي دوت مثلا؟ فهنا أساسا زي ما أنا أتفق جدا مع الدكتورة أساسا، فكرة إن إحنا نقول
المرأة يعني ما هو ده التصنيف اللي احنا طول الوقت عايشين فيه. احنا اللي الاعلام اللي بيعمله. لا والله والله الاعلام القعده اللي بيجيبه من الواقع. لا لا مش من الواقع. ما تجيش من الواقع لو سمحت عشان ما نتخانقش مع بعض قدام الدكاتره. انا هسالك سؤالي على رايي الشخصي صراحه. انا كندا، انا واحده اهو امراه والحمد لله وفقت في حياتي. انا شايف في اي تفرقه. انا عندك اي مشاكل عشان طبقت الاول بما ان انت بنت وصغيره وانك تعملي دليل ان انا اصلا. خلينا نبتدي من الاول. طب بما اننا اتكلمنا عن المشاكل بقى هقول لك على حاجه. انا هسيب منال هي اللي تقول المشاكل اللي واجهتها لغايه لما بقت مذيعه ودلوقتي قاعده. ماشي اوكي يعني ما احنا مع الاسف احنا عندنا مشكله مش بس في مصر. دي مشاكل انسان. لما بيحصل له مشكله بتتكرر كذا مره دي خلاص بنعملها قاعده عامه. طب ما انا ممكن اهو انا ممكن ليه ما تاخدنيش انا مثلا قاعده لا انا ما فيش تفرقه ولا في مشكله. ليه دايما بنروح للجانب اللي بيبقى فيه مشاكل الاستثناء اللي ممكن يكون موجود. لا يعني. هو استثناء عشان بس احنا لازم دايما نتكلم على الايجابيات. لكن هو مش استثناء على فكره. والارقام بتقول ان بس لا بس ممكن يكون ده مرتبط بمستوى فكري وثقافي معين في مجتمعات معينه. بيبقى حتى الضغوط دي مش موجوده على المراه فقط وانما موجوده على المراه والرجل في نفس الوقت. هي الضغوط واحده طبعا والتحديات واحده. دكتوره امل اللي بتتكلم على فكره التحديات واحده والضغوط واحده بس هي المشكله بقول لحضرتك السيدات نفسهم. لا يا دكتوره ازاي الضغوط اكتر والتحديات اكتر على الست طبعا. هقول لحضرتك من ايه ان المتطلبات من الرجل بتبقى اكتر من متطلبات المراه على الاقل في مجتمعاتنا في مجتمعنا احنا. والضغوط واحده يا دكتوره ده 1 ل 10 انت بتطلبي من الراجل حاجه بتطلبي من الست 10 حاجات. انا مش بقول على المطلب لانك انت الواجبات بتاعه حضرتك كأم وكزوجه وكده دي مفروغ منها في مجتمعنا. احنا بنتكلم على مجتمعنا دلوقتي. لكن التحديات واحده. هو برضو في الاتجاه المقابل مطلوب منه ان هو يوفر متطلبات المعيشه. الى الان المجتمع المصري بيحمل الرجل المتطلبات الماديه. انا مش معاه ولا ضده بس بقول لحضرتك. لكن هو المعطيات ايه بقى انك انت عايزه تعملي حاجه معينه في الكارير بتاعك. اداره بقى الحاجه المعينه دي المكان اللي انت قاعده فيه الاداره نفسها بتاعت حقوقك. يعني القانون دلوقتي تقريبا كويس جدا تطبيقه ازاي في المكان اللي انت قاعده فيه بالنسبه لايه يعني ليها نسب. زائد ان السيدات ما بتطالبش فعلا بحقوقها. يعني هنقول ان احنا بنشجعهم انهم يعملوا ثورات. لا مش ثورات ولا حاجه. هم بس يتكلموا عن نفسهم في اماكن عملهم لكن هم بيقبلوا اللي بيحصل. يعني بيقبلوا الحاجه. يعني هقول لحضرتك ابسط حاجه التحرش والتغصب والكلام ده. احنا قريب جدا لما بدانا نسمع في الحاجات دي والبنات اللي اتكلموا عن الحاجات دي وصموا انهم وحشين ومش عارفه ايه والكلام ده صح؟ لا مش على طول. مش على طول بس في وصموا. حضرتك ايه شوفي في التعليقات اللي بتكتب على اي بوست ده عامله ازاي؟ في كده وفي كده. ما انا هو ده اللي بقوله لك. يبقى انت بتصبي في نفس النظريه. يبقى احنا بنركز على الايجابيات بس لكن هو التحديات موجوده طول عمرها. انا عايزه اعرف يا دكتوره يعني وضع المراه في مجال البحث العلمي عامل ازاي؟ هو وضع المراه بالارقام ان احنا 46%. لكن في مثلا دراسه ما عملها البريتش كاونسل الجديده للمجلس البريطاني بتقول ان هم الفرص لو هم مثلا حبوا يعملوا مشروعات اللي هي تطبيق للبحث العلمي دي بتبقى اقل اقبالهم عليه وكلام زي كده. لكن يعني الكلام ده مش ده لا ده ليه بسبب ظروف المرأة ولا بسبب ان الرجل مثلا بيبقى المشكلة ايه بقى بيستحوذ على النساء. المشكلة يعني. حاجتين ان هي برضو السيدة لسه لغاية دلوقتي حاطة في دماغها كنت كتبها مرة بتاعي ان هي ثينك بينك. يعني دايما ان هي حاطة من زمان اللي هي وضعها ان هي زوجة وامرأة لما تبقى ناجحة جدا كزوجة وامرأة ده البريوريتي بتاعتها الاول وحاجه وبعد كده انها تيجي حاجات الباقي. لسه ما كملناش الثقافه ان كله مع بعضه ممكن يمشي. مش كل السيدات تقدر كله مع بعض. ودي مش حاجه وحشه في حقها ولا حاجه على فكره. احنا بالنسبه لبره مش هي دي المشكله. انا بالنسبه لمره مثلا في امريكا والمانيا ساعات لما بتخير بين بين البيت والاسره والعمل ساعات بتسيب بمنتهى وتقعد في البيت لو هي عايزه تكون اسره. لكن احنا هنا ابطال ان احنا بنكون الاثنين مع بعض. يبقى هي بس تغيير مفاهيم. هل المجتمع بقى بيدي للمراه فرصه انها تعمل الاثنين مع بعض فعلا؟ ما هو المجتمع ده احنا اللي بنغيره. ما بقول لحضرتك مين اللي بيغيره؟ في ناس كتيره. في مين؟ ايوه احنا اللي بنغير المجتمع ده. هي المفروض ان السيده ان الست في البيت مبدئيا دايما دي
احنا اعتقد مع الاجيال اللي طالعه بقى لا احنا بدانا ايوه نكسر القاعده احنا دي، اللي بنغيرها، مع الوقت بتتكسر اكتر واكتر. يعني والدتي مش مثلا، احنا مهما عملنا احنا مش احنا اللي هنجيب لا مين اللي النتيجه. عملنا ما لا دليل لا على لا كده لا لا احنا موجودين هنا، بدليل لا بدليل ان دليل على كده احنا موجودين هنا. النسبه كام يا دكتور؟ النسبه بتكتر، ما بقول لك حضرتك النسبه الرسميه 46% دلوقتي في البحث العلمي، يعني بتكتر فبقت بتكتر 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 جدا. على عندهم فكره انت نفس احسن من اوروبا، عندهم نفس الفرصه اللي مديها المجتمع مديها للراجل. ايوه هو الفرص واحده، لكن هم ياخدوا الفرصه ازاي دي معطيات بقى. طب ياخدوا الفرصه ازاي دي جت منين؟ ما هو عشان ده بسبب المجتمع، بسبب تربيتهم ساعات، ان هم طالعين عايزين دايما ان هم يبقوا ظراف وهاديين وكويسين. في ناس كده ما بتحبش انها تعافر جامد وانها تبقى مثلا، لا بس دي ما لهاش دعوه براجل ومي. الست دي ليها دعوه. طيب ما دي حياتك، ما هو انا بقول لك كده، هي بس كده. انا عايزه لكن هي حته ثانيه بقى كمان اكتر واكتر. انا سايبكم مع منال، انا عايزه انا اصلا شايفه ان احنا بنتكلم او بنتناقش في نقطه، هي في الاخر بتبقى حسب الشخص. في واحد مثلا، انا مثلا واحده في البحث العلمي وانا حابه البحث العلمي جدا والحمد لله موفقه فيه، عشان انا عندي في ناس ثانيه. بس الاساس بقى يعني المجتمع بيدعم مين اكتر؟ كلمه المجتمع دي كلمة وايد قوي، واسعة قوي. ما هو المجتمع ده مثالي، ما احنا 50% من المجتمع، احنا اللي لازم ندعم بعض. طب هقول لحضرتك على حاجة، ابسط حاجة، في دراسات عالمية كتيرة افتحيها على النت، السيدات لا يدعموا بعضه، ودي مفاجأة. لا مش مفاجأة دي، انا متأكدة منها. السيدات لا يدعموا بعضه. لا 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 خلي خلي. لا توجد شبكات تقنية جامدة جدا للسيدات، بدأوا يعملوها، واخدة بالك؟ الدعم النفسي أغلبية الدعم النفسي في البحث العلمي بيبقى من الرجال، زملاء الرجال. السيدات مع بعض ما بيبقوش عندهم الثقة ان هم ممكن يكونوا شبكة. هو يمكن جاي من ثقافتهم من المجتمع، مش من المجتمع. المجتمع ما دي كلمة كبيرة اكبر من ان احنا نصنفه كمجتمع كده او كده. لو صنفنا المجتمع يبقى المجتمع الغربي هو العنصري، لان